السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناه مطبخ داري. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك بجوج ديال البيضات بكريمه جد اقتصاديه لضيوف العيد، سهل في التحضير، اقتصادي، بدون كريمه، بدون جيلاتين. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم دعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. فنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. فعلى بركة الله، أول حاجة غادي نحضروها وهي الكيكة. عندي جوج ديال البيضات، ياغورت بنكهة الكراميل، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيدة، كاس ديال الحليب، جوج ديال الكيسان ديال الطحين، معلقة صغيرة ديال الخل، وجوج ديال أكياس ديال البيكين باودر أو خميرات الحلويات ما يعادل 16 غرام. ودائما المقادير غادي نخليهم لكم في أسفل الفيديو أو في صندوق الوصف. وكنعتذر بزاف على الصوت ديالي. هنايا غادي نجيب واحد الاناء، غادي ندير فيه جوج ديال البيضات، وغادي نخدم فقط بالخلاط اليدوي. ممكن نتوما انكم تستعملوا الخلاط الكهربائي او كاس الخلاط، الاختيار كيبقى ليكم. زدت كاس ديال السكر سنيده، وغادي نخلط مزيان البيض مع السكر. بالنسبه للكاس كيهز 160 مليلتر، يعني العبار ديال كاس الشاي المغربي او كاس العنبه. غادي نحاول الان نخلط البيض مع السكر حتى كيرجعوا لي خليط متجانس. غادي نزيد كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، معلقه صغيره ديال الخل. والخل كيساعد ان الكيكه ديالكم تطلع مزيان، وفي نفس الوقت كتجيكم اسفنجيه من الداخل. غادي نزيد دانيت كراميل او ياغورت بنكهه الكراميل، اللي ما كيتوفرش عنده دانيت كراميل ممكن انكم ديروا ياغورت باي نكهه بغيتيو وتزيدوا فلون بنكهه الكراميل، يعني في حالة ما ملقيتيوش دانيت كراميل. صافي، هنا غادي نجيب واحد الشبكه، غادي نغربل اي حاجه ناشفه. عندي جوج ديال الخمارات حمر، وغادي نبدا نزيد الطحين شويه بشويه. كما قلت لكم درت جوج ديال الكيسان ديال الطحين، ممكن انكم ديروا قل او ممكن انكم ديروا كثر على حسب النوعيه ديال الطحين اللي عندكم. الطحين ما كديروهش دفعه واحده، دائما كديروا شويه بشويه باش هكا ما تقصح لكمش الكيكه او ما يقصح لكمش الخليط ديال الكيك، يعني تحكموا في الكميه ديال الطحين اللي كديروا. اهم حاجه ان الخليط ديال الكيك ما يكونش كيتقطع وما يكونش قاصح، يعني فاش تهزوا يديكم الخليط يهبط خيط واحد وما يكونش قاصح. كل ما الكيكه كانت خفيفه او الخليط ديال الكيك كان خفيف، كل ما الكيكه ديالكم كتجي هشيشه واسفنجيه من الداخل. كل ما قصحتي الخليط ديال الكيكه كل ما كتجيكم الكيكه يعني ما كتنفخش مزيان، وفي نفس الوقت كتجيكم مدقصه من الداخل. هنايا جبت مول مربع وغادي ندير فيه، دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق، وغادي نوضع فيه الخليط ديال الكيك. بالنسبه للخليط ديال الكيك فاش تكونوا كتخويوه هزوا يديكم باش هكا الكيكه الخليط كيدخل فيه الهواء، وهكا كتنفخ لكم الكيكه ديالكم مزيان. بالنسبه للقطر ديال المول فهو 26 سنتيمتر. صافي، هنا من بعد ما خويت الخليط ديال الكيك غادي نديرو في الفران، والفران سبق لي وسخنتو على درجه حراره 180. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الغاز يشعلوه على درجه حراره متوسطه، فاش تدخلوا الكيكه قللوا لاقل درجه باش هكا طيب لكم الكيكه على خطره. غادي ندخل الكيكه طيب، وهنا بعد ما طابت لي الكيكه وخرجتها من الفران كما كتلاحظوا كتجي اسفنجيه، كتجي هشيشه وكتجي منفوخه. غادي ندوز باش نحضروا الكريمه. غادي هنا بالنسبه للكريمه غادي نحتاج 500 مللتر ديال الحليب، غادي نحتاجوا ايضا بودره ديال الكريم باتيسيير، الكاكاو المر، سكر سنيده، و الفلون بنكهه الكراميل او كريم كراميل. غادي نجيب الحليب، غادي نزيد معاه جوج معالق كبارين ديال الكاكاو المر.
بالنسبه للناس اللي كانت كتوفر عندهم لا كريم باتيسير بالكاكاو فيستغناو على الكاكاو ويديروا لا كريم باتيسير بنكهه الشوكولات. صافي غادي نزيد تقريبا واحد 3 او 4 ديال المعالق ديال لا كريم باتيسير. الا ما كانتش كتوفر عندكم بودره ديال لا كريم باتيسير ديروا النشا او مايزينا، يعني دائما سيروا مع اللي كيتوفر عندكم في الدار. غادي نزيد سكر سنيدة، وسكر سنيدة كيبقى على حسب الذوق ديالكم. انا هنا درت 3 د المعالق زيادة على الفلون او الكريم كراميل اللي عندي فهو فيه سكر. دائما الاختلاف اللي كيكون ما بين فلون بنكات الفلون الصغير والفلون الكبير هو كيكون الفلون الكبير زايد فيه سكر سنيدة. صافي هنايا غادي نخوي الفلون بنكهه الكراميل وغادي نخلط مزيان ونردهم فوق نار هادي تبدا عقد للخليط مع التحريك المستمر باش ما يتلصق لكمش الكريمه في القعر ديال الكسرونه. هنا ندوزو باش نقطعو الكيكه ونقسمو الكيكه. كنجيب واحد السكين كنطراسي هكا الجناب كنقطع الجناب كما هو موضح في الفيديو، عاد كنجيب واحد الخيط ونكمل تقطع بالخيط. الخيط ما كيضيع لكمش الكيكه وفي نفس الوقت كتجيكم قاده وما كتفرتت لكمش من الداخل. صافي هنا كنجيب الخيط كندخلو في داك الجنيبات اللي قطعنا بالسكين وكندخل هكا الخيط في الكيكه وكتكون الكيكه ديالنا مقطعه. يعني طريقه جد سهله وطريقه ناجحه باش تقطعوا الكيك بلا ما يتفرت لكم. هنا غادي نهز الطبقه ديال الكيك اللي قطعنا والنصف الاخر غادي نرد فوقه المول او الاطار ديال المول. حاولوا انكم تهزوا الكيكه بشويه حيت كتكون هشيشه، واهم حاجه انكم تخليو الكيكه تتبرد مزيان عاد قطعوها باش ما تقسم لكمش. صافي هنا النصف الاخر ديال الكيكه غادي نوضع له الاطار ديال المول. وغادي نوضع الخليط ديال الكريمه. بالنسبه للكريمه كيكون هذا هو القوام ديالها، وصراحه الكريمه جات النكهه ديالها جد رائعه مع المذاق ديال الكيكه اللي فيها الكراميل. نتمنى فعلا انكم تجربوها للوليدات ديالكم والضيوف ديال العيد، فاكيد غادي تنال الاعجاب ديالهم، واهم حاجه انها كتوجد بسرعه. صافي هنا كنخوي الخليط ديال الكيك كامل او عفوا الخليط ديال الكريمه كامله كنوزعها، وعاد غادي نوضع النصف الاخر ديال الكيكه على هذا الشكل هذا كما هو موضح في الفيديو. كتحاولوا انكم تضغطوا على الكيكه باش هكا الطبقه ديال الكريمه تلتصق مع الطبقه ديال الكيكه اللي درنا من الفوق، وكنخليها تقريبا مده ديال 30 دقيقه في الثلاجه وندوزو باش نزينوها. ضروري انكم تخليوها مده ديال 30 دقيقه باش هكا الكريمه اللي في الوسط تجمد مزيان. هنايا خديت واحد 6 ديال القطع ديال الشكلاط الكحل ذوبتهم وزدت معاهم دانيت ديال الشكلاط، هكا كتجيكم كريمه لذيذه وكطيح عليكم اقتصاديه. صافي كنوزع داك الشكلاط فوق الكيكه وكندهن ايضا الجوانب. وبالنسبه للجوانب رشوهم باي حاجه كانت كتوفر عندكم. انا هنايا رشيتهم بالكوك محمر او جوز الهند محمر، ممكن انكم ديروا اللوز كونكاسي او كوكا كونكاسي، الاختيار كيبقى لكم. هنا غادي نجيب واحد دانيت بنكهه الكراميل وغادي ندير هكا نقط عشوائيه. ممكن انكم ديروا دانيت ديروه في شي بوش وديروا خطوط عشوائيه اللي بغيتيه. ما كانش كيتوفر عندكم البوش ديروا شي شوكه، ما كانش كتوفر عندكم الشوكه ديروا فقط نقطه هكا بالمعلقه، الاختيار كيبقى لكم. صافي هكا غادي ندير نقط عشوائيه وغادي نجيب واحد الكوردون او يعني كوردون، ممكن انكم ديروا سكين الراس ديال السكين وغادي ديروا خطوط عشوائيه يعني كما هو موضح في الفيديو.
هكا كيجي منظر جميل وفي نفس الوقت مختلف، واهم حاجة ان الدزين جد اقتصادي، ودائما الدزين كيبقى اختياري. لما كانش كيتوفر عندكم هادشي ممكن ديروا اي حاجة كانت كتوفر عندكم. هنا غادي نجيب الكوك محمر وغادي نغطي به الجوانب. كما قلت لكم ممكن انكم ديروا اللوز افيلي، اللوز كونكاستي، كاوكاو كونكاستي، الاختيار كيبقى لكم. ايضا ممكن ديروا اللوز يكون ممكن انكم ديروا الكوك يكون ما محمرش، الاختيار كيبقى لكم. غير النكهه ديال الكوك محمر مع المذاق ديال الكراميل جات جد رائعه، نتمنى فعلا انكم تجربوها. صافي، وهنا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه. نقطع لكم تشوفوها كيفاش جات من الداخل، صراحه جات بنينه، واللي جربها يخلي لنا في التعليقات كيفاش جاتو. شوفوا معايا كيفاش جات من الداخل، كتجي الطبقه ديال الكيك، الطبقه ديال الكريمه في الوسط، والطبقه ديال الكيك. كنتمنى فعلا انكم تجربوها. الا جربتيوها ما تنساوش تابونا في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم دعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله ولا اصدقاء ديالكم. نهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.